مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مباراة مرحلة البيست أوف ثري البلاي أوف بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر موسم 22-23. المباراة الأولى، المباراة كان في مباراة قبل دي بين نادي بتروجيت وطلائع الجيش، وفاز نادي طلائع الجيش على بتروجيت 3-2 أيضا في المباراة الأولى. غدا المباراة الثانية، إذا كان في مباراة ثالثة أعتقد هتبقى يوم الحد إن شاء الله. يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء، معلقكم رياضي حمد السيد وواصفا ومعلقا على هذا اللقاء. هنبدأ لقاء، وطبعا الحكم الأول، حكام من الإمارات النهاردة بيديروا كاس مصر، الحكم الدولي حامد الروسي، أدار مركزي 3 و4 في بطولة العالم في بولندا ونهائيات الأولمبياد الأخيرة ونهائيات الفي إن إل و إدارة نهائيات الدوري الكويتي والدوري الإماراتي. الحكم الدولي محمد الدولة، تحكيم نهائي بطولة العربية الأندية الأخيرة اللي كانت في القاهرة، وبطولة العربية قبل الماضية، والمشاركة في تحكيم نهائي غرب آسيا، والمشاركة في تحكيم نهائي الدوري الإماراتي. على بركة الله هنبدأ اللقاء. الحكم الأول حامد الروسي والحكم الثاني محمد الدولة. اما باقي الحكام، المسجل رامي شاهين وحكم ومسجل او مساعد مسجل الكتروني صلاح محمد، ومساعد المسجل كابتن هيثم المراكبي، ومراقب الخطوط عبد الله مختار، بشوي سليم، ابراهيم ثابت، احمد كمال، وحكم احتياطي او حكم الكتروني محمود علاء، ومراقب لجنه الحكام كابتن هقول لحضراتكم حالا دلوقتي مجدي حافظ. على بركه الله هنبدا اللقاء. ارسال مع النادي الاهلي اللي على يمين الشاشة، وعلى يسار الشاشة نادي الزمالك. محمد عصران على الإرسال لنادي الأهلي. بداية الشوط الأول، عصران إرسال سبايك خارج الملعب أو نقطة لنادي الزمالك، 1-0، لكن طبعا لسه بدري، لسه في بداية اللقاء. والإرسال مع نادي الزمالك، استقبال جيد من عصران وتعدي وترجع تاني وخارج الملعب من محمد عبد المحسن، والنقطة التانية لنادي الزمالك. يلا يا رجالة، يلا يا شباب، من البداية كده عايزين نخلص الدنيا ونلعب وما نحتاجش نستنى مباراة بكرة. ياسين على الارسال، معد الفريق، استقبال من عصران، عبد الله لمحمد عبد المحسن، يحط الكوره ما يلحقهاش، لعبه محمد مصطفى كامل، والنقطه الاولى لصالح نادي الاهلي، وياخد محمد عبد المحسن النقطه والارسال. محمد عبد المحسن إرسال، استقبال من لعبة ل رضا هيكل من مركز 4 خارج الملعب، ولمست ولا ما لمستش، هنشوف قرار الحكم، بيقول انها لمست، حائط الصد، ونقطة لصالح نادي الزمالك 3-1. مع أول توقف، متوقف هنقول لكم تاريخ أو مسيرة الفريقين في هذا الموسم. أحمد عبد العال أو أحمد يوسف، استقبال من عصران، الكرة قوية حلوة من المحترف البرازيلي مرة تانية أحمد صلاح، يا ولد تاتش أوت في جسم لعبة وخارج الملعب، واثنين ثلاثة، ياخد أحمد صلاح النقطة والإرسال. لويجي مركز 6 ضارب من مركز 4 الإيطالي، أحمد صلاح سال قوي، استقبال من مصطفى، ترجع تاني للنادي الأهلي، تاني كورة ويطلع يحطها، حلوة 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 يا ولد يا ولد، يطلع يحط الكورة في إيد حائط الصد، تاتش أوت عبد الرحمن سعودي، وياخد النقطة التعادل وتلاتة تلاتة. صلاح ما زال على الإرسال، تلاتة تلاتة، قلت لحضراتكم لسه بدري.
احمد صلاح ارسال استقبال من لعبه مش مظبوط لتخبط في كرسي الكابتن محمد الروسي الحكم الاول الاماراتي. 4-3 يتقدم الاهلي في الشوط الاول. 4-3 التقدم الاول. احمد صلاح صلاح طبعا كان على الشاشه عبد الله عبد السلام كابتن الفريق ومعد الفريق. وصلاح على الارسال لنادي الاهلي. يلا صلاح ارسال قوي ولكن خارج الملعب. هارد لك يا صلاح. و4 4 زي ما قلت لحضراتكم الحكم الاول محمد الروسي والحكم الثاني محمد الدوله. الاثنين حكام من الامارات هيحكموا مباريات الاهلي والزمالك فقط في هذا او في كاس مصر. لعبه استقبال من لويجي وكره حلوه من عصران في اتحاد الصد طلع احمد يوسف ياسين للعبه عديها سهله يستقبل احمد صلاح. برافو صلاح وكره حلوه سريعه لنادي الاهلي. لويجي ويشوط الكره في اتحاد الصد تعدي سهله من جارسيا تاني كره وقويه حلوه حلوه من مصطفى او من رضا هيكل تيجي في اتحاد الصد وخارج الملعب. هارد لك جاي من المنطقه الخلفيه طاير لاعب الكره قويه في اتحاد الصد وخارج الملعب. لعبه ارسال وخمسه اربعه ارسال جيد استقبال من لويجي عبد الله. لويجي مره ثانيه في مركز اربعه في اتحاد الصد جارسيا عبد الله وعبد المحسن يا ولد يا ولد يحط الكره في ايده وتاتش تنزل داخل ملعب عبد الرحمن سعودي والنقطه رقم خمسه والتعادل 5-5. ولويجي رندازو المحترف الايطالي على الارسال اللاعب رقم 6 لنادي الاهلي. لويجي ارسال من اعلى مع الوسط سبايك ويا ولد يا ولد يا ولد كره اسم الارسال للويجي والنقطه رقم 6 للنادي الاهلي. معودنا على الاسات كابتن او اللاعب لويجي المحترف الايطالي. لويجي سال سبايك وقوي جدا واستقبال من محمد رضا للعبه. رضا هيكل قويه ولكن خارج ولا داخل هنشوف الحكم حسابها ايه. داخل الملعب كره من سرعتها ما شفناهاش ومراقب الخط قال ان هي جوه الملعب. الكابتن مصالحي بيقول لهم يعني خلاص ما فيش مشكله والتعادل 6-6 ورضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك. سال سبايك من رضا في الشبكه 7 الاهلي 6 الزمالك. يعود الارسال لنادي الاهلي عبد الرحمن سعودي على الارسال. شوف بقى كابتن ميدو كان عامل معسكر قبل البطوله او قبل المباريات بعد انتهاء بطوله الدوري. عبد الرحمن سعودي لعبه استقبال ياسين للعبه مره ثانيه في مركز اربعه. برافو صلاح بيطلعها عبد الرحمن لويجي يعدي الكره سهله لكن يستقبلها ياسين. محمد رضا اعداد خلف اللعبه قويه حلوه جوه الملعب كرة قطرية من مركز اربعة لمركز اربعة ونقطة والتعادل 7-7. يعود الارسال مرة اخرى لنادي الزمالك. محمد مصطفى كامل لعبة على الارسال. في الشبكة 8 الأهلي 7 الزمالك. وادي عبد الحليم عبو قاعد أو عبو قاعد بره طبعا إصابة ربنا يرجعه بسلامة إن شاء الله. وعبد الله عبد السلام على الإرسال لنادي الأهلي. عبد الله بيركز هيوجه الإرسال سال سبايك استقبال جيد من لعبة ياسين. احمد يوسف في اتحاد الصد محمد عبد المحسن
وتنزل داخل ملعب النادي الاهلي. وثمانية ثمانية ماشيين نقطة بنقطة، مباراة مش سهلة. محمد مجدي على الارسال، محمد مجدي الجون لاعب نادي الزمالك رقم 15. استقبال من لويجي عبد الله، قوية حلوة العصران في اتحاط الصد، يطلعها لعبة لياسين لاحمد يوسف يعديها سهلة، برافو محمد عبد المحسن. ترجع تاني احمد صلاح، ترجع لي محمد عصران من مركز اثنين، يطلع يحطها داخل الملعب، قوية حلوة من عبد الله، كرة خلفية جميلة يطلع يحطها، ولكن يعني سلامات يا عبد الله مفيش حاجة ان شاء الله. هنشوف ايه اللي حصل. يعني مفيش حاجة ان شاء الله سلامات. وفي الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي 9-8. تقريبا محمد عبد المحسن خبط فيه وهو نازل، فمفيش مشكلة إن شاء الله سلام، سلامات يا عبد الله. وأدي كابتن ميدو المدير الفني للنادي الأهلي محمد مصلحي. إرسال للنادي الأهلي محمد عصران. خارج الملعب 9-9، نقطة بنقطة زي ما قلت لحضراتكم. محمد الرويسي او الريسي بيقول ان الكوره خارج الملعب. حامد الروسي ارسال لنادي الزمالك، استقبال من عصران، عبد الله اعداد خلف لاحمد صلاح، قويه تاتش اوت في اتحاط الصد في ايد رشاد شبل، ونقطه لصالح النادي الاهلي 10-9. محمد عبد المحسن على الارسال للنادي الاهلي، عبد المحسن استقبال من محمد رضا لياسين، كرة سريعة رشاد شب، حائط صد جيد من عبد الرحمن سعودي مرة تانية، رضا هيك ليه عديها سهلة، وحاول عليها لويجي وعبد الله وما كلموش بعض وعشان ما يخبطوش في بعض، كرة وقعت بين الاثنين وعشرة عشرة. وادي الكابتن أحمد عاشور المدير الفني لنادي الزمالك. أحمد يوسف على الإرسال، أحمد يوسف عفيفي لنادي الزمالك، استقبال من لويجي، قوية حلوة من عبد الرحمن سعودي، ولكن حائط صد من رشاد شبل، تنزل ما يلحقهاش يوندر جارسيا ولا عبد الله، ونقطة لصالح نادي الزمالك 11-10. يلا رجالة شد حيلنا شوية. أحمد يوسف إرسال، القاوي استقبال جيد من يوندر جارسيا، عبد الله حلوه حلوه من عبد الله، ولكن كان مستنيه احمد يوسف مره ثانيه لعبه، ويا ولد حرب لك يا عبد الرحمن، كره تاتش في ايد حائط الصد وخارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الزمالك 12-10. احمد يوسف ما زال على ارسال لنادي الزمالك، وقت مستقطع لكابتن مصلحي كابتن ميدو، هنشوف تعليماته للاعبين وتنفيذه على ارض الملعب بعد انتهاء الوقت المستقطع. أحمد يوسف إرسال لنادي الزمالك 12-10 في الشوط الأول، بداية المباراة الأولى في البلاي أوف بيست أوف 3 في كأس مصر 2022-2023. استقبال من لويجي مش مظبوط، عبد الله يعلقها حلوة لأحمد صلاح، ولكن تطلع خارج الملعب بدون تلامس أي لاعب من نادي الزمالك. وادي الكابتن حامد الرويسي طبعا بيحدد او بيقول لهم ان الكوره خارج الملعب. احمد يوسف 13-10 بيزداد الفارق، يلا رجاله شدوا حيلكم ونرجع الفارق تاني، وخارج الملعب 11-13. ارسال مع النادي الاهلي احمد صلاح،
شوف اللفه لفت بسرعه ازاي، كان صلاح لسه بيلعب ارسال. احمد صلاح ده دليل على قوه المباراه وسرعتها. ارسال قوي، حلوه حلوه، ونقطه واسم الارسال من احمد صلاح. برافو يا صلاح، وجوه الملعب وتعادل او 12-13. برافو يا صلاح، كمان ارسال يا ابو صلاح. ارسال سبايك من صلاح. يا ولد يا ولد، المره الثانيه ايس وتيجي في الحد العلوي للشبكه وتعدي، تيجي في لاعب الزمالك وتخرج خارج الملعب، والتعادل 13-13. ايوه كده، نبتدي بقى نلعب على التقدم ان شاء الله. احمد صلاح، برافو بصلاح. محمد رضا، ياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل، تيجي في ايد حائط الصد لويجي وتنزل داخل الملعب، وراه على طول ما لحقهاش يوندر جارسيا، ويتقدم الزمالك مره اخرى 14-13. رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، لاعب رقم 9 بالجانب الايسر من الملعب، استقبال من يوندر جارسيا او من لويجي، ياخدها تاني لويجي سقطها، لكن الحق محمد مجدي، لعبه قويه. برافو صلاح لويجي مره ثانيه لاحمد صلاح، هيعديها سهله. رضا هيكل، ياسين لرضا مره ثانيه، قويه في ايد عبد الرحمن سعودي وتخرج خارج الملعب، وحاول عليها محمد عصران جوت راي لكن ما يلحقهاش، و15 13. مش عايزين نكون رد فعل يا رجاله، عايزين نكون فعل. تيجي في راس عبد الرحمن سعودي تخرج خارج الملعب، بارد لك يا سعودي مره ثانيه، استقبال من لويجي. عبد الله، احمد صلاح، قويه يا ولد يا ولد يا ابو صلاح، يا ولد يا ابو صلاح، يطلع يحط كره حلوه قوي من مركز 2 من جنب، يدفع في الصد في مركز 1، ياخد بيها نقطه رقم 14، والارسال يعود للنادي الاهلي. برافو يا ابو صلاح، مركز 5 من 2 ل 5. ارسال لويجي راندازو المحترف الايطالي في صفوف النادي الاهلي. سال سبايك، استقبال من محمد رضا لياسين، اعداد خلفي رضا هيكل، قويه في ايد محمد عصران وتنزل وراه، ما يلحقهاش يوندر جارسيا، ونقطه لصالح نادي الزمالك. ستاشر 15. رضا هيكل او 16-14. يوندر جارسيا، عبد الله، وحلوه العصران، لكن حائط صد من محمد مجدي مره ثانيه، لمره ثانيه العصران. يا ولد يا ولد يا عصران، على التصرف السليم، يطلع يحطها في ايد ياسو ياسين محمد معد فريق نادي الزمالك، وتنزل داخل الملعب، ياخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم 16. تاتش اوت، تيجي في ايده تخرج خارج الملعب. 15-16. عبد الرحمن سعودي ارسال، استقبال من احمد يوسف لياسين لمحمد مصطفى كامل، لعبه. برافو احمد صلاح، محمد عصران لويجي، عاديه سهله. محمد رضا، ياسين، لعبه مره ثانيه، ويا ولد حائط صد جيد لكن مره ثانيه مع نادي الزمالك. رضا هيكل قويه ويطلعها لويجي، يجري عبد الرحمن سعودي يلحقها، وهيعديها عبد الله سهله، ياخدها محمد رضا لياسين، وقويه حلوه لمحمد مجدي سريعه، ويعني عبد الرحمن او محمد عبد المحسن بيقول لعصران يعني اتاخرت في حائط الصد، وادي الكره مره ثانيه اهي من بين ايد حائط الصد، ونقطه لصالح نادي الزمالك 17-15. ما زلنا بين تقدم للزمالك وتعادل للاهلي، وتقدم للاهلي وتعادل للزمالك، ولعب على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من لويجي جارسيا، عصران في حائط الصد، ويا ولد يا ولد، كابتن حامد الرويسي قال ان الكوره لمست الارض، احمد يوسف ما لحقهاش، ونقطه لصالح
نادي الأهلي 16-17. هذه الكرة مرة تانية جت في إيد مجدي وحاول عليها أحمد يوسف ولكن نزلت الأرض، ونقطة لصالح النادي الأهلي في الأخير و16-17. عبد الله عبد السلام على الإرسال، وادي محمد عبد المحسن، عبد الله يا ولد يا عبد الله، ولكن خارج الملعب. هارد لك، كان عايز يسقطها ويوجهها تحت الشبكه على طول، ولكن طولت منه سنه، وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك 18-16. محمد مجدي في الشبكه من مجدي 17-18. يعود الارسال للنادي الاهلي، مين على الارسال؟ هنشوف، اعتقد نازل عبد الرحمن الحسيني على الارسال. عبد الرحمن مكان محمد عصران، سال جيد، استقبال من لعبه ياسين رضا، هيكل سهله، عصران او عبد الرحمن مره ثانيه، محمد رضا، لعبه احمد يوسف من جنب ايد حائط الصد وخارج الملعب بدون تلامس، ونقطه لصالح النادي الاهلي 18-18. والليفت تقدير كويس من لاعب النادي الاهلي وادي عبد الرحمن الحسيني، ما زال على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من لعبه مش مظبوط لياسين، احمد يوسف بيتحط الصد وتاتش اوت محمد عبد المحسن، وبيعتذر انه ما قفلش الزاويه كويس، ونقطه لصالح نادي الزمالك 19-18. ياسين محمد على الارسال، معد فريق نادي الزمالك. ياسين من اللعيبه الجيدين الحقيقه، ياسين استقبال من لويجي مش مظبوط على الشبكه لرشاد شبل، تنزل طبعا هديه، يطلع يحطها داخل الملعب ياخد بيها النقطه رقم 20. استقبال خاطئ من لويجي راندازو، ياسين ما زال على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من عبد الرحمن الحسيني، لويجي يطلع شوطة قوية لكن يطلعها لعبة، محمد رضا، أحمد يوسف يضحط الصد مرة تانية، عبد الرحمن الحسيني، عبد الله، عبد الله يا ولد يا ولد لأحمد صلاح، ولكن هارد لك يا صلاح، فاتح ريست إيده شوية وخرجت خارج الملعب، والنقطة رقم 21 للنادي الزمالك. يلا رجالة مفيش وقت، ما قفلش ريست إيده صلاح، وفي الأخير نقطة أو كرة حسبت لمست حائط الصد و 19-20. رشاد شب يلف كرة حلوة من عن جنب إيد عبد الرحمن سعودي، 21-19. أحمد يوسف، وسابها لويجي، يعني تفاجئ بيها عبد الرحمن الحسيني وتيجي في ايده خارج الملعب، و 22-19. الوقت المستقطع الثاني لكابتن محمد مصالحي، هنشوف تعليماته وتنفيذها على ارض الملعب. إرسال لنادي الزمالك، اثنين وعشرين تسعتاشر، أحمد يوسف على الإرسال، إشارة من الكابتن حامد الرويسي، استقبال من عبد الرحمن سعودي، عبد الله
لويدي في مركز أربعة. يا ولد يا ولد يا ولد، يطلع يحط كرة حلوة داخل الملعب، ويعني كرة جوه فعلا. وادي محمد رضا الليبرو فريق نادي الزمالك بيقول لهم ان الكرة جوه مش بره. برافو محمد رضا، ادي كرة حطت حلوة قوي وجوه الملعب، ونقطة لصالح نادي الاهلي 20-22. نزل حسام يوسف وخرج عبد الله، واحمد صلاح على الارسال، يلا ابو صلاح هاتينا التعادل. سهل قوي استقبال من لعبه لاحمد يوسف للعبه مره ثانيه في مركز اربعه. سهله في اتحاد الصد مره ثانيه، ياسين محمد رضا للعبه، ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يعني عبد الرحمن سعودي و حسام يوسف تيجي في ايدين عبد الرحمن وتنزل داخل ملعب تاتش ان، ياخد بيها النقطه رقم 21 النادي الاهلي. حائط صد فولاذي على الشبكه، ووقت مستقطع للكابتن احمد عاشور المدير الفني لنادي الزمالك. سبع لقاءات جمعت بين الفرقتين هذا الموسم، وده اللقاء الثامن. هنقول لكم على النتائج، نقول لحضراتكم على النتائج مع التوقف القادم. احمد صلاح 21-22، يلا ابو صلاح، القاوي استقبال من احمد يوسف لياسين لخلف الرضا هيكل، لكن بيلحق صد. برافو مره ثانيه مع نادي الزمالك، لعبه وقويه. برافو جارسيا حطها، يعني استقبال جيد وكره حلوه ولكن خارج الملعب من رشاد شبل، ونقطه التعادل 22-22. يلا رجاله، خارج الملعب يا رشاد، شبه باينه قوي. احمد صلاح، سهل سبايك من صلاح في الشبكه وتعدي رشاد شب. ياسين اعداد خلفي حلوه لرضا هيكل، يطلع يشوطها في ايد عبد الرحمن سعودي وتنزل داخل الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 23-22. رشاد شبل على الإرسال، استقبال من عبد الرحمن سعودي، وحش قوي من لويجي، هارد لك، وحش قوي من لويجي. كرة يعني جت في الشبكة وجت في ريست ايده او الساعد بتاع ايده، وترجع لورا، لم ايده فيها لو كان ايديه مفروده. ادي الكره وحشه قوي، لعبها مرتين اصلا. وفي الاخير 24-22 جيم بوينت، نقطه الشوط لنادي الزمالك. يلا رجاله، حسام يا ولد يا حسام يا ولد، ولكن الكره تنزل في ملعب النادي الاهلي من حائط الصد، وينهي نادي الزمالك الشوط الاول لصالحه 25-22. مشاهدينا الكرام، في انتظار بدايه الشوط الثاني نتمنى ان شاء الله الاستفاقه الحمراء في الشوط الثاني. مره اخرى مشاهدينا الكرام، الشوط الثاني بين او في المباراه الاولى من سلسله المباريات بيست اوف 3 بين فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس مصر 22-23. الشوط الاول لصالح نادي الزمالك 25-22، نتمنى الشوط الثاني والمباراة لصالح النادي الأهلي. التقى الفريقين قبل كده في سبع جولات في الدوري، الجولة الثالثة من المرحلة الثانية الأهلي 3 الزمالك لا شيء، الجولة السادسة من المرحلة الثانية الأهلي 3 الزمالك 1، الجولة الختامية من دور الترتيب الأهلي 3 الزمالك لا شيء، ختام الدور الأول من كأس السوبر المصري الأهلي 3 الزمالك لا شيء، نهائي كأس السوبر الأهلي 3 الزمالك لا شيء، أولى لقاءات سلسلة نهائي كأس مصر لرجال الطائرة الأهلي والزمالك، فاز الزمالك 3-1، وثاني لقاءات
سلسلة نهائي كاس مصر، فاز الزمالك 3-2. دي المباراة الثامنة إن شاء الله تكون مباراة حمراء أهلاوية. وادي الكابتن ميدو الحقيقة عنده غيابات، بس طبعا أحمد سعيد ومحمد عادل وإصابة عبد الرحمن عبو، ولكن الموجودين إن شاء الله الأهلي بمن حضر. في انتظار بداية الشوط الثاني مشاهدينا الكرام من هذا اللقاء، طاقم التحكيم الإماراتي، حكم الدولي الأول حامد الروسي، والحكم الدولي الثاني محمد الدولة. إرسال هيكون مع نادي الزمالك، محمد مجدي على الإرسال لنادي الزمالك بداية الشوط الثاني. انتظار إشارة محمد الدولة لحامد الروسي لبدء الشوط الثاني. محمد مجدي، استقبال من عصران عبد الله، حلوة من عبد الرحمن سعودي أو من لويجي، من مركز أربعة لمركز واحد، تيجي في إيد رضا هيكل وتخرج خارج الملعب، والنقطة الأولى لصالح النادي الأهلي في الشوط الثاني. محمد عبد المحسن، وادي الكابتن او اللواء خالد ابو زين المدير الاداري لنادي الاهلي قاعد في الخلفيه. محمد عبد المحسن، استقبال من لعبه ياسين سريع على شوط شب، يلف ريست ايده من جنب ايد عبد الرحمن سعودي وتنزل داخل الملعب، واحد واحد. ياسين محمد على الارسال معد فريق النادي الزمالك. استقبال من لويجي عبد الله لاحمد صلاح في ايد حائط الصد وتاتش اوت، و 2-1. جت في ايد احمد يوسف وخرجت خارج الملعب، برافو ابو صلاح. الكره صعبه قوي من عبد الله حقيقه، او على عبد الله، عملها حلو قوي. واحمد صلاح ياخد الارسال. القوي استقبال من محمد رضا لياسين لرضا هيكل ويلفها خارج الملعب، رضا هيكل، وبرافو برافو، استقبال او تقدير جيد من عبد الرحمن سعودي، وفي الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي و 3-1. يلا يا عبد الله، يلا يا احمد يا صلاح، يلا يا رجاله. القوي مرة تانية لرضا، يطلع على طول، يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله، الله عليك يا عبد الله. كرة جاية له هدية من محمد رضا من إرسال قوي من أحمد صلاح على الشبكة، يطلع يخلصها على طول عبد الله عبد السلام من مركز 2 لمركز 5، ياخد بيها النقطة رقم 4. أحمد صلاح في الشبكة، هارد لك يا صلاح، 2-4. أحمد يوسف على الإرسال، نجيب الإرسال تاني يا رجالة، يلا يا شباب. أحمد يوسف، استقبال من عصران، يعلق كرة حلوة لعبد الرحمن سعودي ويشوطها، ولكن رشاد شبل حائط صد، سنجل بروك على عبد الرحمن سعودي اللي شاطها ونزلت قدامه. ادي الكره مره ثانيه اهي، نزلت قدام عبد الرحمن، ونقطه لصالح نادي الزمالك 3-4. احمد يوسف، استقبال من لويجي عبد الله، احمد صلاح، يا ولد الفتى الطائر، الله عليك الله عليك يا صلاح. تيجي في ايد رشاد شبلي وخارج الملعب، والنقطه رقم 5 للنادي الاهلي، 5-3.
ادي الكوره اتعملت حلو قوي من عبد الله لصلاح الطائر، تيجي في ايد شبل رشاد شبل وخارج الملعب. لويجي رانداسو ارسال سبايك من لويجي، استقبال من لعبه مش مظبوط، رضا هيكل هتعدي سهله من احمد يوسف، استقبال من لويجي مره ثانيه، عبد الله وعصران، ويا ولدي عصران الله عليك على التصرف الرائع الهائل، المخ اللي طلع على الشبكه، ونقطه لعصران، تاتش اوت في ايد رضا هيكل ياخد بيها النقطه رقم 6. ادي الكوره، برافو عليك يا ولد، طلع ونزل قبل الكوره اتصرف فيها كويس وخد بيها نقطه. لويجي ارسال سبايك من لويجي، هارد لاك في الشبكه 4-6، ينتقل ارسال لنادي الزمالك، رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من يوندر جارسيا، عبد الله سريعه حلوه لعبد الرحمن سعودي، تاني كوره لعبه وان بتوين من بين ايد عبد الرحمن سعودي وعبد الله، يشوطها تنزل داخل الملعب ما يلحقهاش عصران اعتقد، ولا مين؟ لا مش عصران، ادي الكوره عملها لعبه ما يلحقهاش لويجي. 5-6، مش عايزين الفرق يقل يا رجاله. رشاد شبل، يوندر جارسيا، عبد الله، احمد صلاح اللي بيخلص يا ولد، ولكن كان ياسين واقف صح وجات في ايده، رضا هيكل ويطلع رضا من فوق ايد حائط الصد ويحطها داخل الملعب، ويتعادل الفريقين 6-6. اعتقد كابتن ميدو هيفكر في الوقت المستقطع يمكن بعد النقطه اللي جايه. رشاد ارسال لنادي الزمالك، يندر استقبال مش مظبوط، عبد الله لعصران ويحطها حلوه حلوه، تاتش ان في ايد رضا هيكل وتنزل داخل ملعبه، و7-6 لصالح النادي الاهلي. ويلغي طبعا كابتن ميدو فكره الوقت المستقطع، وعبد الرحمن سعودي على الارسال للنادي الاهلي. سامعين توجيهات الجهاز الفني بيقول يلعب على مركزين 5 و6، وفعلا احمد يوسف، ياسين، لعبة تاتش من محمد عبد المحسن تنزل جنب لويجي رانداسو، وتي نقطة لصالح نادي الزمالك. رضا هيكل سال سبايك من رضا خارج الملعب، و8 الأهلي 7 الزمالك. يعود الارسال للنادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، يلا يا عبد الله، هارد لك يا عبد الله في الشبكه 8-8، نقطه بنقطه عايزين نفرق يا رجاله. محمد مصطفى كامل على الارسال لنادي الزمالك، سبايك في الشبكه، مفيش ارسال احسن من ارسال عبد الله، ولعبه 9 الاهلي 8 الزمالك. محمد عصران ارسال، يلا عصران، ارسال قوي من عصران، سبايك قوي، مش عايزين نسبق ونحسب. برافو عصران، استقبال من رضا، ياسين سريعه وجوه الملعب من محمد مجدي، تعادل 9-9. ياخد مجدي النقطه والارسال،
استقبال من لويجي عبد الله، حلوه حلوه من عبد المحسن، يطلع من محمد عبد المحسن، يطلع يشوطها في ايد رشاد شبل اللي طالع حائط صد بايد واحده تيجي في ايده وتخرج خارج الملعب، و10 9 وياخد محمد عبد المحسن النقطه والارسال. يلا عبد المحسن، يلا رجاله حوائط الصد. استقبال من لعبه ياسين احمد يوسف، قويه قويه من جنب ايد حائط الصد، تيجي في محمد عبد المحسن وتخرج خارج الملعب، و10 10. كرة من جنب ايد عبد الرحمن سعودي، وياسين محمد على الارسال، استقبال من عصران عبد الله، احمد صلاح يا ولد، ولكن حائط صد من احمد يوسف واتفاجئ بيها يندر جارسيا، ما كانش مستعد لها، وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك. وادي الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، لعب الكوره زي ما حضراتكم شايفين من مباراه تقام في صاله الدوليه لاتحاد الشرطه الرياضي. ياسين استقبال من عصران لعبد الله، يندر وحائط صد تاني على يندر جارسيا من رشاد شبل، تخبط فيه وتنزل داخل الملعب او خارج الملعب سيان ممنا، خبطت ونزلت، و12 الزمالك 10 الاهلي. يلا رجاله، كابتن ميدو فين؟ ياسين لسه بقول وقت مستقطع طلبه الكابتن محمد مصلحي للنادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع، ياسين محمد ما زال على الارسال لنادي الزمالك 12 10. ياسين سال موجه لويجي عبد الله احمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ابو صلاح، يا ولد يا ابو صلاح، وبرافو عبد الله عبد السلام، عمل كره حلوه قوي يا معد، يعني اعداد هايل لاحمد صلاح، يطلع يشوطها من مركز اربعه داخل الملعب، قويه جدا، وياخد احمد صلاح النقطه والارسال 11 12. احمد صلاح، برافو يا صلاح، استقبال من رضا لياسين، اعداد خلفي، حائط صد جيد من النادي الاهلي، مرة تانية رضا هيكل، تعدي سهلة، يوندر جارسيا، عبد الله، أحمد صلاح مرة تانية، يا ولد يا ولد، لكن تطلع كرة لسه مع النادي الأهلي، عبد الله ويطلع، يا ولد يا ولد يا لويجي، يطلع يحط كرة، الله عليك يا عبد الله، الله عليك يا عبد الله، عامل تنوع على الشبكة هايل قوي 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 بين الإعداد الخلفي والإعداد الأمامي، وكرة قوية من لويجي داخل الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي، و12 12. أبو صلاح، أحمد صلاح، استقبال من محمد رضا لياسين، رضا هيكل، حائط صد جيد مرة تانية، ياسين رضا هيكل المرة التانية، والمرة دي في إيد عبد المحسن وتخرج خارج الملعب، المرة اللي فاتت جت في إيده ونزلت في ملعب الزمالك لكن طلعها ديفنس الزمالك، و13 الزمالك 12 الاهلي. يعود الارسال للنادي الاهلي. لو شفنا التكنيك بتاع حائط الصد لعبد الرحمن سعودي، بيلف بجسمه اليمين ناحيه الشبكه، بيفتح الزاويه تماما، والله عليك يا ابو صلاح المخلص، 13 13، كره حلوه قوي من المنطقه الخلفيه من مركز 2. وادي لويجي
يعني بيتكلم معاه وادي الكابتن خالد العوضي طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. لويجي راندازو ارسال سبايك من لويجي، استقبال من رضا لياسين، اعداد للعبه وحلوه من لعبه يلفها من جنب ايد عبد الله ما لحقهاش احمد صلاح وتاتش اوت و14 13. رشاد شيب استقبال من عصران ويعديها محمد او عبد الرحمن سعودي تطلع تاني احمد يوسف، ولكن الكوره مزدوجه على معد الكوره اللي فاتت والتعادل 14 14 وعبد الرحمن سعودي على الارسال. يلا عبد الرحمن اللعب استقبال محمد مجدي، رضا هيكل في مركز اثنين قوية وخارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي 15 14. قوية من رضا هيكل ولكن بدون لمس اي حد على الشبكة او في الملعب. ادي كورة خارج الملعب ونقطة لصالح النادي الاهلي 15 14. عبد الرحمن سعودي على الارسال للنادي الاهلي، ما زال على الارسال. استقبال من لعبة لياسين لرضا هيكل في مركز اثنين ومرة الثانية خارج الملعب و16 14. ايوه كده نفرق بقى، نفرق كمان. في كلام كتير في الملعب في النادي الاهلي. وقت مستقطع الكابتن احمد عاشور كده، وقت مستقطع لكل مدير فني، باقي وقت مستقطع ايضا لكل مدير فني في هذا الشوط الثاني. انتهى الوقت المستقطع، فرقتين داخل ارض الملعب. ارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي على الارسال، توجيهات من عبد الله كابتن فريق لمحمد عبد المحسن، مش هنقول توجيهات هنقول تنبيهات. عبد الرحمن سعودي استقبال احمد يوسف، ياسين، رضا هيكل، ولكن الله الله عليك يا عصران، حائط صد جيد جدا جدا على رضا هيكل اللي الكوره كانت مزنوقه معاه، ياخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم 17 17 14. عبد الرحمن سعودي استقبال من احمد يوسف لياسين للعبه اللي شاطها قويه لكن ترجع تاني من النادي الاهلي، رضا هيكل للعبه مره تانيه قويه ايضا يطلعها لويجي، عبد الرحمن سعودي، احمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه قوي 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 من احمد صلاح، كره قويه في مركز من مركز اثنين تنزل في مركز سته، ادي كره مره تانيه وحلوه من عبد الرحمن سعودي في الاعداد، ادي كره قويه من بين ايد حائط الصد ما الحياش احمد يوسف وتخرج في ايده وتيجي في ايده وتخرج خارج الملعب و18 14. حلو قوي الفرق ده، عايزين يزوده. عبد الرحمن سعودي، احمد يوسف مره ثانيه، ياسين لعبه ولكن عايز يلعبها يعني لف ريست ايده يلعبها على الخط وتيجي في الشبكه و19 14. تغيير لنادي الزمالك، نازل كانسن اوجباي المحترف السعودي او محترف عفوا التركي من اصول نيجيريه في صفوف نادي الزمالك وخرج لعبه. عبد الرحمن سعودي ما زال على الارسال.
استقبال من احمد يوسف لمحمد رضا، كانسن اوجباي في الشبكه وخارج الملعب ما تلمسش حد، و20 14. يلا رجاله هنشوف كده ان شاء الله الشوط ده لصالح النادي الاهلي زي ما قلنا في البدايه، وقت مستقطع الثاني للكابتن احمد عاشور والاخير. عبد الرحمن سعودي على الإرسال للنادي الأهلي، 20-14. نزود يلا، سال قوي، استقبال من كانسن مرة تانية لكانسن، ولكن الله 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 على حائط الصد الجيد من محمد عبد المحسن وعبد الله عبد السلام، تيجي في إيد أعتقد عبد الله وتنزل داخل الملعب، والنقطة رقم 21-14. تغيير لنادي الزمالك، نازل رقم 14 لنادي الزمالك سيف حسن عابد، ونازل كمان احمد فتحي، هنشوف اللي خرج ياسين ومين. اعتقد ياسين واحمد يوسف، ولا ياسين ومين، هنشوف ونتابع. عبد الرحمن سعودي في الاخير، استقبال اعداد خلفي لسيف عابد، لكن حائط صد جيد، كانسل اوجباي، يا ولد يا ولد يا عبد المحسن، الله 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 الله، كرة حلوة قوي 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 على الشبكة، حائط صد قوي جدا على كانسل اوجباي، ياخد بيها النادي الاهلي نقطة رقم 22. حلوة قوي قفلة الزاوية من عبد الرحمن او من محمد عبد المحسن. نزل مصطفى دبشه كمان، وادي عبد الرحمن 22-14، كانسل اوجباي، احمد فتحي، كانسل، يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا عبد المحسن، هتعمل عقده لكانسل يا ولد، 23-14، حائط صد رائع على الشبكه، قفل الشبكه تماما على كانسل اوجباي من ساعه ما نزل، و 23-14. يلا عبد الرحمن، استقبال من دبشه، احمد فتحي، كانسل اوجباي عديها المره دي، ادي عبد الله يعني زعلان ان الكره عدت، هارد لاك مفيش مشكله، 15-23، نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الثاني. احمد فتحي على الارسال، معد فريق نادي الزمالك، استقبال من لويجي، عبد المحسن، يا ولد يا ولد يا ولد، يشوط الكوره من مركز 4 لمركز 1 ما لحقهاش مصطفى دبشه، و24 15 جيم بوينت، نقطة الشوط لصالح النادي الأهلي. سيف حسن عابد اللي نزل، وعبد الله عبد السلام على الإرسال، سال قوي، استقبال جيد من كانسن مرة تانية لكانسن في مركز 2، برافو يوندر جارسيا لعبد الله لأحمد صلاح، يا ولد يا أبو صلاح، لكن لسه في ملعب نادي الزمالك، ويطلع مصطفى دبشة وتعدي الكورة بالصدفة، وتقدير مش مظبوط من محمد عصران، تخيل ان الكره خارج الملعب ولكن نزلت داخل الملعب، و16 24 هارد لك، ادي الكوره مره ثانيه قويه وتيجي في محمد مجدي وتعدي بالصدفه، ونقطه ورا 16 24، ما زلنا جيم بوينت لصالح النادي الاهلي، لويجي، عبد الله،
عبد المحسن يا ولد، يا عبد المحسن يا ولد يا ولد يا ولد، يخلص النقطة ويخلص الشوط لصالح النادي الأهلي 25-16. إذن حتى الآن شوط لشوط في المباراة الأولى من مرحلة البلاي أوف، يعني اللي هي بيست أوف 3. الشوط الأول لصالح نادي الزمالك 25-22، الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي 25-16. وفي انتظار بداية الشوط الثالث مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، مع بداية الشوط الثالث إن شاء الله نتمنى أهلاوي، نتمنى باللون الأحمر. 1-1 حتى الآن في الأشواط لصالح، يعني مش لصالح حد، احنا في بداية الشوط الثالث في انتظار بدء الشوط من كباتن او اثنين حكام الدوليين الاماراتيين اللي الاتحاد المصري جايبهم عشان يحكموا مباريات الاهلي والزمالك في البيست اوف 3 في كاس مصر 2022 2023. عبد الله عبد السلام على الارسال للنادي الاهلي في بدايه الشوط. واحد واحد حتى الآن زي ما قلت لحضراتكم. كابتن حامد في انتظار إشارة كابتن محمد الدولة حامد الروسي أو الروسي. عبد الله عبد السلام على الارسال، خد الاشاره، سلام من عبد الله، استقبال من رضا لياسين لاحمد يوسف في المنطقه الخلفيه، لكن ما تعديش الكوره، والنقطه الاولى لصالح النادي الاهلي في الشوط الثالث. يلا عبد الله، سير سبايك من عبد الله، هارد لك يا عبد الله في الشبكه. 1-1 رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من لويجي، عبد الله يعديها عصران ولكن تيجي في ايد حارس الصد، برافو عبد الله مره ثانيه، عصران يشوطها في ايد حارس الصد ويطلعها رضا هيكل لياسين للعبة قوية من لعبة من مركز أربعة قطرية من جنب إيد محمد عبد المحسن، ما يلحقهاش يوندر جارسيا، واثنين الزمالك واحد الأهلي. كلام بين رئيس الشوط لنادي الزمالك أحمد يوسف مع كابتن حامد الروسي الحكم الدولي الإماراتي. ورشاد شبل ما زال على الإرسال، استقبال من عبد الرحمن لعبد الله لعبد المحسن سريعه في حائط الصد وما يلحقهاش ياسين، واثنين اثنين. محمد عصران على الارسال، عصران القاوي، استقبال من رضا لياسين، اعداد خلف رضا هيكل في ايد حائط الصد وخارج الملعب من محمد عبد المحسن. 3-2 ياخد رضا هيكل النقطه والارسال. سال سبايك من رضا في الشبكه. 3-3 يعود ارسال للنادي الاهلي، محمد عبد المحسن على الارسال للنادي الاهلي.
استقبال لعبه سريعه من محمد مجدي، لكن حائط صد جيد من عبد الرحمن سعودي مره ثانيه، المره الثالثه، ويعني ما كلموش بعض عبد الرحمن سعودي ولويتجي، وفي الاخير تخرج خارج الملعب. وكابتن يا عبد الله عبد السلام بيقول لهم خلاص الكره انتهت، نهدى شويه مفيش مشاكل. 4-3 ولعبه مع الارسال محمد مصطفى كامل لاعب نادي الزمالك رقم 22. سبايك من لعبه، استقبال من عصران عبد الله، وحلوه من لويجي من مركز 4 لمركز 5، ما يلحقهاش لعبه، والتعادل 4-4. احمد صلاح على الارسال للنادي الاهلي، يلا ابو صلاح، استقبال جيد من احمد يوسف، ياسين اعداد سريع لاحمد مجدي، محمد مجدي يا ولد يا عبد الرحمن، يطلع يحط ايده في الكوره ياخد بيها حائط الصد. دي الكوره مره ثانيه قويه قويه تيجي في ايد لويجي رانداز المحترف الايطالي، وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك، ويتقدم النادي الاهلي 5-4. احمد صلاح برافو يا ابو صلاح، الله الله الله، اسوى نقطه من ارسال، و 6-4 لصالح النادي الاهلي. يلا نوسع الفارق من البدايه، 6-4. احمد صلاح ما زال على الارسال لنادي الاهلي، في الشبكة عرض لك يا أحمد، 5-6. محمد مجدي على الإرسال لنادي الزمالك، يلا رجالة الكرة الأولى، الفيرست بتاعتنا، فيرست بول محمد مجدي، استقبال من عصران لعبد الله، ويا ولد يا ولد يا لويجي، الله الله الله، لف ايده حلوه قوي من جنب ايد حائط الصد، تنزل داخل الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي 7-5، وياخد لويجي النقطه والارسال. لويجي هارد لك في الشبكه، 6-7. ياسين على الإرسال، ياسين محمد، استقبال من لويجي عبد الله، أحمد صلاح يا ولد يا ولد يا أبو صلاح يا ولد، من قبل ما يشوت الكورة وأنا بقول لكم يا ولد، لأن عبد الله طلعه حلوه قوي زي ما حضراتكم شايفين من بين ايد حائط الصد، ان بتوين داخل الملعب بين مركز 1 ومركز 2، يتفرج عليها احمد يوسف او يتفرج عليها رضا هيكل ورشاد شبل، ونقطه 8-6. عبد الرحمن سعودي تاني كوره، ياسين رشاد يعدي يا سهله، عصران لعبد الله، العصران مره ثانيه، وحاله لمس شبكه من احمد يوسف ولا من مين؟ من عصران. هارد لك هارد لك، 7-8، عايز يضمن الكرة عصران، ولكن يعني ايده زادت شوية فلمس الشبكة. واحمد يوسف على الارسال، استقبال من عصران لعبد الله، احمد صلاح يا ولد يا صلاح، يطلعها ياسين مرة تانية، محمد عبد المحسن لعصران يعديها سهله ويلحقها مره ثانيه ياسين، ويطلع من المنطقه الخلفيه احمد يوسف، ويشوط كره قويه في ايد حائط الصد الثلاثي للنادي الاهلي، تنزل ما يلحقهاش يوندر جارسيا، ونقطه لصالح نادي الزمالك
يوندر جارسيا ما اتحركش، ما عملش فوت ورك، والكره غيرت اتجاهها الحقيقه عشان ما نظلمش الراجل عن زياده عن اللزوم. 8-8. احمد يوسف، استقبال من لويجي عبد الله، حلوه لمحمد عبد المحسن، ولمس شبكه على رشاد شبل ولا رضا هيكل. وادي كابتن يعني احمد عاشور بيتكلم مع الحكم الثاني بيقول له الكوره ما فيهاش حاجه، لكن ادي كابتن حامد بيقول له ما تتكلمش خالص، فعلا مفيش اي مشكله خالص. 9-8. عبد الله عبد السلام على الارسال، مستني الكوره، يلا عبد الله. القوي من عبد الله، استقبال من لعبه لياسين، علق كره رضا هيكل حلوه قوي، يطلع رضا يشوطها في ايد عصران تاتش اوت، ياخد بيها الزمالك النقطه رقم 9 والتعادل. رشاد شبل، استقبال من لويجي عبد الله، عصران يا ولد يا ولد يا ولد، يطلع عصران يحط كرة حلوة قوي من بين ايد حائط الصد من مركز 2 لمركز 1 او ما اخر مركز 6، ياخد بيها نادي الاهلي النقطة رقم 16. عصران على الارسال للنادي الاهلي، استقبال من رضا لياسين، لعبه في حائط الصد، برافو لويجي عبد الله لاحمد صلاح، ولكن تخدم محمد مجدي وتعدي تاني ملعب النادي الاهلي. لويجي يا وحشه قوي من لويجي، ما لمستش حد يا لويجي، وخارج الملعب. و10 10 شطها من تحت لفوق، رضا هيكل سال قوي، استقبال من يوندر جارسيا، احمد صلاح لويجي، حلوه 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 حلوه، قلت حلوه من قبل ما تتشاط لان مفيش حائط صد، والكره جايه له مظبوطه على الشبكه من احمد صلاح، يطلع يشوطها قويه من مركز 3 لمركز 6، ما يلحقهاش محمد رضا ونقطه. ادي الكره زي ما قلت لحضراتكم اهي، ما يلحقهاش رضا ونقطه لصالح نادي الاهلي. 11-10. محمد عبد المحسن، استقبال من احمد يوسف لياسين، خلفيه لرضا هيكل خارج الملعب، ولكن في لمس لاحد لاعبي النادي الاهلي، هنشوف مين في الاعاده. محمد مصطفى كامل لعب على الارسال لنادي الزمالك. القوي، استقبال جيد من عصران عبد الله، حلوه يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه من عصران من المنطقه الخلفيه، استقبل وخد وشاط وضرب ضرب حلوه قوي من مركز 6 قويه بدون يعني حائط صد تقريبا في الملعب جنب لعبه في مركز 6 في اخر الملعب، ياخد بيها النادي الاهلي نقطه رقم 12. برافو محمد عصران. واحمد صلاح على الارسال، القوي من صلاح، استقبال من محمد رضا لياسين، اعداد لاحمد يوسف في مركز 4 قويه، يحطها من فوق او من بين ايد حائط الصد من مركز 4 لمركز 1، ياخد بيها نقطه التعادل احمد يوسف عفيف. محمد مجدي، استقبال من عصران لعبد الله، ويا ولدي عبد الرحمن، لكن تطلع مره ثانيه من رشاد شب، لعبه شوطه قويه، برافو عصران مره ثانيه، لويجي يحط الكوره، رضا هيكل، مجدي، و يا سلام عليك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن سعودي، حائط صد قوي جدا على الشبكه من عبد الرحمن على لعبه من اللي بيشوط من المنطقه الخلفيه من مركز 6،
ياخد بيها الكره وتنزل. يعني كان رضا هيكل كده موسع له وتيجي في الكوره ونقطه لصالح النادي الاهلي 13-12. ادي عصران بقاله كورتين الحقيقه في حاجه بزك بعد ما بيشوط الكوره، لكن ان شاء الله ما فيش اي حاجه. لويجي راندازو ارسال للنادي الاهلي، سال سبايك من لويجي، استقبال جيد من رضا لياسين في مركز اربعه لاحمد يوسف يعديها سهله، برافو احمد صلاح، يطلع عصران. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عصران، كره قويه من مركز اربعه، يلف ريست ايده من جنب يدحقها في الصد لمركز واحد. ادي الكوره مره ثانيه، لكن الكوره دي تتحسب لاحمد صلاح، كره حلوه قوي، يطلع شوطها عصران ان بتوين من بين يدحقها الصد في مركز سته، ما يلحقهاش لاعب نادي الزمالك. و14 12 برافو بصلاح، كره حلوه قوي قوي من صلاح في الدفاع حقيقه، تراي جيد جدا ولحق الكوره قبل ما تنزل، ونقطه لصالح نادي الاهلي. لويجي ارسال للنادي الاهلي، كلام وكارت لمين؟ حد من الجهاز الفني للنادي الاهلي، انذار بدون نقاط. ادي كابتن عبد الله بيقول لهم خلاص، لويجي الارسال 14 12. يلا رجاله ناخد الشوط ده ريحنا، سال قوي تعدي الكره لاحمد يوسف لياسين رشاد شيب، لكن لويجي مره ثانيه اعداد خلفي لاحمد صلاح، لكن خارج الملعب يا ابو صلاح، هارد لك يا احمد هارد لك، لف ريست ايده زياده خارج الملعب و13 14. ياسين محمد على الارسال، استقبال من لويجي عبد الله، عصران يا ولدي عصران، لكن برافو ياسين. محمد رضا، احمد يوسف يعديها سهله، يوندر جارسيا، عبد الله، اعداد يا ولد يا ولد، ولكن برضه للمره الثانيه لف ريست ايده زياده عن اللزوم يحطها خارج الملعب، والتعادل 14 14. نركز شويه يا جماعه في الملعب، ادي الكوره طلع حلو قوي من عبد الله، فضلوا الشبكه، ولكن يعني كان طالع معاه رشاد شبل وحاول يشوط الكره من جنب رشاد شبل وتخرج خارج الملعب. ياسين محمد استقبال من لويجي عبد الله، عصران، ويا ولد يا عصران، كره بقوه قويه جدا تعلق في ايد رشاد شبل وتنزل وراه و15 14. حقيقه عصران عامل الشوط ده 10 على 10. جت في ايد رضا هيكل وعلقت في ايد رشاد شب وتنزل داخل الملعب. عبد الرحمن سعودي على الارسال للنادي الاهلي، استقبال من احمد يوسف ولا من لعبه لرضا هيكل، وبرافو برافو عصران، لسه بقول لكم ما شاء الله عليه، عصران عامل شوط لا غبار عليه، كرة حلوة طبعا، كابتن ميدو لازم يعني يحييه ويديله التحية. عصران استقبل الكرة ميتة من الملعب وطلع، ادي الكرة مرة ثانية وطلع على طول، خدها من عبد الله وحطها قوية في اتحاد الصد وتاتش اوت، ما يلحقهاش لعبة و16 14. وقت مستقطع للكابتن احمد عاشور. ارسال عبد الرحمن سعودي 16 14 الشوط الثاني، 1-1 في الاشواط.
عصران بيربط رباط الحذاء. عبد الرحمن سعودي استقبال من لعبة لياسين، اعداد خلف لأحمد يوسف خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي 17-14. يلا هنعمل زي الشوط الأول، زي الشوط الثاني عفوا. ابتدى الفارق يزيد، عايزين نزيد أكثر من كده كمان. عبد الرحمن سعودي استقبال من لعبة ياسين، رشاد شبل حاط صد قوي من محمد عبد المحسن على رشاد شبل، ياخد بيه نقطة رقم 18-14. الله عليك يا عبد المحسن، عينه على الكورة زي الصقر ما شاء الله. عبد الرحمن سعودي استقبال من لعبة لمحمد رضا، أحمد يوسف تاتش إن في إتحاد الصد وداخل الملعب، تنزل قدام أحمد صلاح هارد لك و 15-18 مفيش مشكلة. نرجع ناخد الإرسال تاني، أحمد يوسف خد النقطة والإرسال. إرسال قوي، استقبال من لويجي عبد الله، استقبال مش مظبوط لكن برافو يوندر جارسيا، وفي الأخير دخل يوندر جارسيا جوه وفي لمس الشبكه على عبد الله. هنشوفها مره ثانيه، استقبال مش مظبوط من لويجي. ادي الكوره، الحقيقه مش عارف فيها ايه، لكن كابتن محمد الدوله بيقول ان عبد الله لمس الشبكه. وقت مستقطع للكابتن ميدو. تمنتاشر ستاشر او ستاشر تمنتاشر. احمد يوسف مازال على الارسال، لنادي الزمالك سال قوي خارج الملعب و 19-16. عبد الله عبد السلام سال قوي من عبد الله، استقبال من لعبه لياسين لرضا هيكل في مركز اثنين، قويه حلوه برافو يوندر جارسيا. احمد صلاح محمد عصران، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عنده الحلول وعنده الكفاءه وعنده القوه. 20-16 الله عليك يا عصران. تاتش اوت في ايد رشاد شبل ونقطه لصالح النادي الاهلي. أعتقد وقت المستقطع الثاني للكابتن أحمد عاشور والأخير. عبد الله عبد السلام مع الإرسال للنادي الأهلي. تعليمات أو حديث بين الكابتن محمود جمعة وأحمد صلاح. عبد الله
يا ولد يا عبد الله، استقبال من رضا لياسين، اعداد خلف رضا هيكل، تاتش اوت في ايد عصران المره دي، هارد لك يا عصران. و17 20 رشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من لويجي لعبد الله، احملي عصران يا ولد يا ولد يا عصران، ما شاء الله عليك يا ابني. كرة تاتش ان داخل الملعب في ايد حائط الصد من عصران من مركز اثنين في ايد محمد مجدي، ولا هنشوف مين، لا في ايد لعبه وتيجي في محمد مجدي وتنزل، و21 17 محمد عصران ياخد النقطه والارسال. ارسال قوي، استقبال من رضا لياسين للعبه في مركز اربعه، يحطها في ايد محمد عبد المحسن ويحاول عليها محمد عصران، هارد لك. و 18 21 رضا هيكل على الارسال، ارسال قوي من رضا، استقبال من لويجي لعبد الله، للويجي مره ثانيه في مركز اربعه، قوي في اتحاد الصد، وتاتش اوت، و22 18. الله عليك يا عبد الله، الله عليك يا عبد الله، الكره دي لعبد الله، كره حلوه قوي رغم انها يعني استقبال الكره الاولى من لويجي ما كانش مظبوط، ويديها له مره ثانيه ويطلع يشوطها تاتش اوت، ونقطه، و22 18. محمد عبد المحسن للنادي الاهلي على الارسال، استقبال من لعبه لاحمد فتحي، ويطلع شوطه احمد يوسف من المنطقه الخلفيه في حائط الصد وخارج الملعب، ونقطه، و19 22. لعبه على الارسال، محمد مصطفى كامل، استقبال من يوندر جارسيا لعبد الله لعصران، يا ولد يا ولد يا عصران، من المنطقه الخلفيه من مركز سته، يحط كره حلوه قوي 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 في مركز اربعه، تيجي في رجل محمد رضا، هنشوفها مره ثانيه اهي، حطها بين مركز خمسه ومركز اربعه، تيجي في رجل محمد رضا، تخرج خارج الملعب، و23 19. نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الثالث والثاني للنادي الاهلي. نزل حسام يوسف مكان عبد الله، واحمد صلاح على الارسال، ارسال قوي من صلاح، استقبال من رضا، احمد فتحي يعديها سهله لعبه، يوندر جارسيا، حسام، اعداد لاحمد صلاح، ولكن حائط صد من احمد يوسف، تيجي في ايده تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي، و20 23. محمد مجدي على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من محمد عصران لعبد الله لاحمد صلاح، ولكن خارج الملعب ولا جوه، جوه الملعب، كابتن احمد عاشور بيقول ان الكره جوه الملعب، و24 20 جيم بوينت، نقطه الشوط لصالح النادي الاهلي، اللي اعتقد انه ان شاء الله هيفوز بيه، لان باقي نقطه واحده، و لويجي راندازو على الارسال، سال سبايك، يلا لويجي خارج الملعب، هارد لك، 21 24 جيم بوينت لصالح النادي الاهلي، تغييرين، نازل ياسين ونازل رضا هيكل، وخارج احمد فتحي وسيف حسن عابد، ياسين على الارسال لنادي الزمالك، يلا يا شباب، استقبال جيد، نخلص الكوره دي وناخد الشوط، ياسين محمد، استقبال من يوندر او من لويجي، عصران في حائط الصد، لويجي مره ثانيه، محمد عبد المحسن وعبد الله، يا ولد يا عبد الله، ولكن
هارد لاك تيجي في الحد العلوي من الشبكة وتخرج خارج الملعب، و22 24 ياسين. وما زلنا جيم بوينت لصالح النادي الأهلي. وقت مستقطع للكابتن ميدو الثاني والأخير أيضا للنادي الأهلي. إرسال لنادي الزمالك 22-24 ياسين محمد على الإرسال. وادي نجم الشوط الثالث محمد عصران. ياسين استقبال من لويجي عبد الله أحمد صلاح، ولكن المرة الثانية حائط صد على أحمد صلاح من رشاد شيب. و23-24 يا رجالة بنقطة واحدة يا رجالة. ياسين محمد لويجي استقبال عبد الله عصران يخلص عصران. ايوه كده ايوه كده يا رجاله نخلص الشوط 23 للنادي الزمالك 25 نادي الاهلي. حتى الان شوطين لصالح نادي الاهلي على نادي الزمالك. شوط اول لصالح نادي الزمالك 25-22، شوطين ثاني وثالث للنادي الاهلي 25-16 و25-23. مشاهدينا الكرام في انتظار بدايه الشوط الرابع انتظرونا. بدايه الشوط الرابع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي. 2-1 حتى الان في الاشواط لصالح النادي الاهلي، وده الشوط الرابع. إن شاء الله يفوز بيه النادي الأهلي ينهي اللقاء الأول في سلسلة البلاي أوف بيست أوف 3 في نهاية كأس مصر 2022-2023. الرسالة هيكون مع نادي الزمالك. بانتظار إشارة الكابتن محمد الدولة للكابتن حامد الروسي لبداية الشوط الرابع. أحمد يوسف على الإرسال. أحمد يوسف استقبال من عصران نجم الشوط الثالث، وكرة حلوة من محمد عبد المحسن بيطلعها رضا هيكل. أحمد يوسف يعديها يوندر جارسيا لعبد الله لمحمد عبد المحسن. يا ولد يا ولد يا ولد، ياخد كرة سريعة من عبد الله على الشبكة في مركز ثلاثة يحطها في مركز ستة. محمد عبد المحسن ياخد النقطة والإرسال. واحد لا شيء في الشوط الرابع. محمد عبد المحسن استقبال من رضا لياسين سريع على رشاد شيبلي قوية يطلعها عبد المحسن. يطلعها مرة تانية لعبد الله لويجي. تاتش اوت في حائط الصد وخارج الملعب. ونقطة تانية 2-2. تيجي الكرة في ايد رضا هيكل وخارج الملعب. ومحمد عبد المحسن ما زال على إرسال للنادي الأهلي. رضا استقبال ياسين رضا هيكل. ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لويجي، ياخد كرة حلوة قوي حائط صد من
ادي كوره رضا هيكل قويه قويه حلوه حلوه جوه الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي 3 لا شيء بالبدايه ان شاء الله. محمد عبد المحسن تعدي الكرة لرضا ويطلع شوطة قوية كانسن ولا مين ده محمد مصطفى كامل لعبة يشوطها قوية من مركز أربعة تيجي في إيد لاعب النادي الأهلي تخرج خارج الملعب تاتش أوت وواحد ثلاثة النقطة الأولى لنادي الزمالك. رشاد شبل على الإرسال لنادي الزمالك واستقبال مش مظبوط اعتمدوا على بعض لويجي وعصران وفي الأخير تخرج تاتش اوت واثنين ثلاثة. نركز شوية يا رجالة عايزين نخلص الشوط ونروح بدري علشان نستعد لمباراة الغد. رشاد شيب لويجي عبد الله احمد صلاح يا ولد ولكن خارج الملعب ما تلمسش حد. خارج الملعب حكم الثاني كابتن محمد الدولة قال انها ما لمستش حد وثلاثة ثلاثة. احمد صلاح بيكلم الكابتن حامد الروسي بيقول له مراقب الخط بيقول انها لمست احد اللاعبين. اعتقد في نقطه لنادي الزمالك 3 3. يلا رجاله احنا ليه استريحنا 4 3 برافو عصران والليفت يا ولد. احمد صلاح ارسال قوي من صلاح ولكن خارج الملعب ايضا. 4 4. رضا هيكل ارسال لنادي الزمالك. استقبال من عصران. عبد الله لويجي قويه حلوه 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 يلف ريست ايده على الخط من مركز اربعه لمركز واحد. تيجي في ايد رضا هيكل وتخرج خارج الملعب وخمسة أربعة ياخد لويجي رندازو النقطة والإرسال. في الشبكة من لويجي خمسة خمسة. محمد مصطفى كامل على الإرسال لنادي الزمالك اللاعب رقم 22. سال قوي استقبال من يوندر جارسيا. عبد الله سريعة حلوة لمحمد عبد المحسن تيجي في حادث صد وخارج الملعب. حاول يلحقها محمد رضا ولكن ما لحقش كورة. عبد الرحمن سعودي ستة خمسة. يلا عبد الرحمن استقبال من لعبة لياسين يطلع يشوطها أحمد يوسف ولكن عصران يا ولد يا عصران يا ولد يا عصران تلمس رضا هيكل وهي خارجة وتخرج خارج الملعب تاتش اوت وسبعة خمسة. يلا عبد الرحمن استقبال من لعبة لياسين سريع عليه محمد مجدي لكن يطلعها عبد الرحمن سعودي
ويحطها محمد عصران، لكن حائط صد مره ثانيه عصران ويا ولد، ولكن خارج الملعب ما تلمسش حد. وستة سبعة كابتن ميدو بيقول له تاتش، لكن الحقيقه من سرعه الكره احنا شفنا الكوره اعتقد ما لمستش حد. الكاميرا دي مش هتبين، الكاميرا الخلفيه هي اللي هتبين. في الاخير نقطه لنادي الزمالك 6 7. محمد مجدي على الارسال، استقبال من عصران مش مظبوط، يطلع احمد يوسف يحطها داخل الملعب ما لحقهاش لويجي، والتعادل 7 7. محمد مجدي استقبال من عصران يعديها سهل محمد عبد المحسن، رضا هيكل، ياسين، احمد يوسف، قويه من احمد يوسف من مركز اربعه ما لحقهاش يوندر جارسيا، يتقدم الزمالك 8 7. ما زال محمد مجدي على الارسال، ارسال الثالث، استقبال من عصران، تاني من عبد الله العصران، قوية من عصران، تاتش اوت في ايد ياسين وخارج الملعب، والتعادل 8 8. يعود ارسال للنادي الاهلي. عبد الله عبد السلام، الله يا عبد الله، كرة قوية، لعبة محمد رضا، احمد يوسف، لسه الكورة في الملعب، عبد الله يعديها ولكن ما تعديش من عبد الله. و9 8 هارد لك يا عبد الله. الكورة حقيقة شاطها بعد ما نزل فجت في الشبكة. ياسين على الإرسال لنادي الزمالك، ياسين محمد. في الشبكة من ياسين. رد لك الكورة يا عبد الله، 9 8 أو 9 9 التعادل. ارسال للنادي الاهلي، محمد عصران، ارسال قوي من عصران، استقبال من رضا لياسين، رضا هيكل يعديها سهله سهله، لكن يطلعها عبد الله، الله يا عبد الله، يعديها يوندر جارسيا سهله مره ثانيه، لعبه ياسين، رضا هيكل المره دي شوطها قويه في ايد احمد صلاح وخارج الملعب، و10 الزمالك 9 الاهلي. احمد يوسف استقبال من عصران لعبد الله لاحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة حلوة من احمد صلاح من مركز اتنين داخل الملعب في مركز واحد، ادي كرة مرة تانية من بين ايد حائط الصد، لعبة ورشاد شبل، والتعادل 10 10. محمد عبد المحسن استقبال من رضا لياسين، لعبه قويه يلف ايده ما لحقهاش عبد الله، ونقطه لصالح النادي الزمالك 11 10. شوط صعب الشوط ده، هيفرق مع اللي هيفوز، ان شاء الله الاهلي يفوز يبقى 3 1، الزمالك لو فاز هنلعب الشوط الخامس. رشاد شبل، محمد عصران،
عبد الله لعصران مره ثانيه، في اتحاط الصد لكن ترجع ثاني لاحمد يوسف، محمد مجدي، رضا هيكل، ويا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الرحمن، حائط صد قوي قوي على رضا هيكل، تاتش ان داخل الملعب والنقطه والتعادل 11-11. احمد صلاح، حسام يوسف نزل، سلامات يا عبد الله ان شاء الله ما فيش حاجه. احمد صلاح سال قوي من صلاح ولكن خارج الملعب 12-11. ارسال لنادي الزمالك، رضا هيكل، ارسال قوي من رضا، استقبال من لويجي، يوندر جارسيا، لويجي مره ثانيه في مركز اربعه قويه يا ولد، لسه في الملعب ما فيهاش اي مشكله، تاني مع النادي الاهلي، يوندر وحشه قوي 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 من لويجي، يطلع يحط الكوره، بيكلم حسام يوسف بيقول له لعب الكوره مرتين، هنشوفها مره ثانيه اهي، لا حائط صد ما فيش مشكله، وعدت والكوره الثالثه فعلا، فرق نقطتين الزمالك، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، 13-11. وقت مستقطع للكابتن ميدو. رضا هيكل ما زال على الارسال، نكسر الارسال ده يا رجاله. ارسال قوي من رضا، استقبال من لويجي، عبد الرحمن سعودي، حسام يوسف، محمد رضا، ياسين، اعداد سريع في مركز ثلاثه، محمد مجدي يحط الكوره من جنب ايد عبد الرحمن سعودي، ما لحقهاش يوندر جارسيا، و14 11. رضا هيكل، في حاجة في يعني عند الجهاز الفني لنادي الزمالك بينبهوا ليها الحكم الثاني والحكم الأول، بيقول إن اللعيبة تتحقق أو تقف في المكان المخصص للبدلاء للإحماء، ما يكونوش ورا الملعب. رضا هيكل على الإرسال 14-11، فرق الزمالك 3 نقاط، تتعوض ان شاء الله، نستقبل بس الكوره دي وناخد الارسال، استقبال من لويجي، حسام يوسف، احمد صلاح يعدي كره سهله لمحمد رضا، لياسين، لعبه يحط الكره من جنب ايد عبد الرحمن سعودي اللي فاتح الزاويه، تنزل داخل الملعب و15-11. مش عايزين نلعب شوط خامس يا رجاله. يطلب ميدو الوقت المستقطع الثاني والاخير ليه في الشوط الرابع.
رضا هيكل مازال على الارسال لنادي الزمالك. لويجي بيوجه الكره دايما على لويجي. احمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد، مش هيلحقوها مش هيلحقوها. و12 15 كره قويه من احمد صلاح تيجي في محمد رضا، وحاول عليه احمد يوسف، ولكن في الاخير نقطه للنادي الاهلي. ولويجي على الارسال. لويجي 12 15 الشوط الرابع، 2-1 في الاشواط للنادي الاهلي. خارج الملعب من لويجي 16 12. الشوط اللي فات حقيقه كان شوط رائع للنادي الاهلي. هيخرج لويجي اعتقد فعلا، وهينزل عبد الرحمن الحسين. بيريحه كابتن ميدو. محمد مصطفى كامل ارسال في الشبكه 13 16. يعود ارسال النادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي على الارسال. يلا عبد الرحمن. استقبال من لعبه احمد يوسف، ويا ولد يا ولد يا حسام. حائط صد جيد من حسام من على احمد يوسف. تاتش ان تلمس حسام، تلمس احمد يوسف، تخرج مره ثانيه. و14 16. يلا رجاله بنقرب. عبد الرحمن سعودي. نفس الكلام اللي حصل مع نادي الزمالك، البدلاء يقفوا في منطقة التسخين المخصصة. عبد الرحمن، رضا استقبال، ياسين إعداد، أحمد يوسف قوية في إنحاء الصد، يطلع عبد الرحمن يوسف مرة ثانية، هتعدي سهلة لنادي الزمالك. رضا، ياسين، خلفية ولسه في الملعب، أحمد صلاح، عصران، عصران. حائط صد من محمد مجدي اللي عمل يعني على عصران حائط صد جيد. و17 14 يعود ارسال النادي لنادي الزمالك. محمد مجدي اللي خد النقطه والارسال. استقبال من سعودي. الحسيني عفوا، يطلع صلاح يخلصها. برافو يا صلاح، وادي كابتن ميدو يعني بيقول له برافو. و15 17 الله عليك يا صلاح. كره حلوه قوي من بين ايد رشاد شبل واحمد يوسف جوه الملعب. حسام يوسف استقبال من لعبه لياسين. اعداد خلف رضا هيكل قويه. برافو، حاول عليه على الحقيقه لاعب يوندر جارسيا كوبي، ولكن ما لحقهاش عبد الرحمن الحسيني. وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك 18 15. ياسين محمد على الارسال. استقبال من يوندر جارسيا. حسام خلفية حلوة 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 العصران اللي بيخلص. 16 18 نقرب شوية كمان. يلا رجالة، عملت حلوة قوي من حسام لعصران اللي طلع خلص الكرة حلوة قوي أيضا. ونقطة لصالح النادي الأهلي، وياخد عصران النقطة والإرسال.
استقبال من رضا لياسين. رضا هيكل قوية من بنية حائط الصد داخل الملعب 19-16. أحمد يوسف إرسال، استقبال من عصران حسام، إعداد لمحمد عبد المحسن، كرة قوية تلمس إيد لاعب الزمالك تخرج خارج الملعب. ركز عصران في الملعب، مالكش دعوة بالحكم. كلام من أحمد يوسف كابتن بيقول له مفيش حاجة، وإنذار لأحمد يوسف. كابتن حامد بيقول له أنا شايف الكورة. في الأخير نقطة للنادي الأهلي 16-19. أحمد قطب شايفه، ولكن كابتن محمد الدولة قال له لا خلاص مفيش تغيير. 17-19. محمد عبد المحسن، محمد رضا استقبال، ياسين إعداد خلفي، رضا هيكل يسقطها لكن يطلعها محمد عبد المحسن، وتاني كرة مع نادي الزمالك. رضا لعبة لشوط قوية يطلعها حسام يوسف، محمد عبد المحسن، احمد صلاح يعديها سهله لرضا هيكل لمره ثانيه. يا ولد يا ولد، حلوه يا ياسين، عمل كره خلفيه حلوه قوي لرضا هيكل، خد بيها النقطه رقم 20. هنلعب الشوط الخامس ولا ايه يا رجاله؟ مش عايزين نلعب الشوط الخامس. رشاد شبر، محمد عصران، حسام يوسف يعديها سهله لويجي، ولسه في ملعب نادي الاهلي مره ثانيه عبد الرحمن سعودي، ويعديها المره الثانيه كره مش مظبوطه لويجي، يطلع لعبه يشوط كره قويه تيجي في يوندر جارسيا ويحطها خارج الملعب. لعبه حلوه يا لعبه خارج الملعب، ما لمستش حد، و 18-20 باينه قوي، عايز يسقطها تحت الشبكه ويضمنها، فلعبها بقوه زياده خرجت خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي 18-20. أحمد صلاح، برافو صلاح، إرسال قوي. أحمد يوسف، لعبة لأحمد يوسف هيعديها سهلة. يوندر جارسيا، حسام يوسف، عبد المحسن أو عبد الرحمن سعودي مرة ثانية، ياسين، ونقطة من عبد الرحمن سعودي على محمد مجدي و 19-20. ها هانت يا رجالة، هانت يا رجالة. ارسال للنادي الاهلي وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد عاشور. 19 الاهلي 20 الزمالك في الشوط الرابع، 2-1 في الاشواط لصالح نادي الاهلي. أحمد صلاح ما زال على الإرسال. يلا صلاح. ساعة
خارج الملعب من صلاح 21-19. رضا هيكل على الإرسال. استقبال من لويجي. حسام يوسف للويجي مرة ثانية، بيتحط الصد، بيطلع أحمد صلاح، حسام لويجي مرة ثانية ويشوطها حلوة، ولكن يلحقها محمد رضا. وأحمد يوسف لرضا هيكل من المنطقة الخلفية، ويطلع رضا يشوطها قوية، تيجي في إيد لويجي وتنزل تخبط حسام يوسف وتيجي في الشبكة وتنزل داخل ملعب النادي الأهلي. و 22-19. لسه بدري يا رجالة، لسه بدري. كانت في ايد عبد الرحمن سعودي. رضا هيكل. سرطاوي بيلعب على الويجي. رضا هيكل كل ما بيجي يلعب الارسال بيلعب على الويجي، وحلوة من الويجي لكن لسه في الملعب. لعبة رضا هيكل ولكن خارج الملعب. 20-22. يلا يا رجالة، بتقرب اهي، بتقرب. لويجي على الارسال، سال سبايك من لويجي. استقبال من احمد يوسف لياسين. لعبه قويه من لعبه، يلف ريست ايده من مركز 4 لمركز 1، ما لحقهاش احمد صلاح. و23 20. لعبه على الارسال. استقبال من جارسيا، ليه حلوه من حسام يوسف لمحمد عبد المحسن، تيجي تاتش في ايد احمد يوسف وتنزل داخل الملعب. 21-23. عبد الرحمن سعودي على الارسال. استقبال من لعبه لياسين. أحمد يوسف يطلع يحطها قوية من مركز 4 لمركز 4 بين عصران وبين عبد الرحمن سعودي، ونقطة 24 لنادي الزمالك. جيم بوينت لصالح نادي الزمالك. محمد مجدي على الإرسال. استقبال من لويجي. حسام يوسف عصران يا ولد، لكن يطلعها محمد مجدي للعبة. أحمد يوسف يحطها سهلة. أحمد صلاح، يلا يا حسام لأحمد صلاح، قوية حلوة، تاتش أوت في إيد رشاد شبل. و22 24. لسه رجالة في الملعب. نقطة الجيم لنادي الزمالك، لكن لسه في الملعب. احمد ضد بنازل مكان احمد صلاح، وحسام يوسف على الارسال للنادي الاهلي. وقت مستقطع على الكابتن ميدو. وقت مستقطع على الكابتن احمد عاشور مش ميدو. حسام يوسف على الارسال للنادي الاهلي، و22 24 جيم بوينت لنادي الزمالك.
ارسال قوي استقبال من احمد يوسف لياسين، اعداد لرضا هيك في المنطقه الخلفيه قويه، لكن يطلعها يندر جارسيا وحسام يوسف وعصران رشاد شيب ياسين مره ثانيه احمد يوسف ولكن خارج الملعب. و23 24 يلا يا رجاله لسه بقول في الملعب لسه في الملعب. ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين حسام يوسف على الإرسال. حسام سال قوي من حسام استقبال من لعبة لياسين أحمد يوسف خارج الملعب والتعادل 24 ولكن تلمس حائط الصد ولا ايه؟ هنشوف قرار الحكم الثاني محمد الدوله بيقول ايه؟ في الاخير النقطه اتحسبت لنادي الزمالك. هنشوف القرار بتاع الحكم الاول كابتن حامد الرويسي او الروسي بيستدعي كابتن محمد الدوله. هنشوفها مره ثانيه لمست حد ولا ايه؟ ولا في لمس شبكه؟ اعتقد هو حسبها لمس شبكه على احمد قطب ولكن هنشوف. هو ما اداش قرار على فكره، هنشوف القرار ايه. كره معاده 23 24 فعلا ما لمستش حد ولا لمس الشبكه. طبعا الكلام بعد ما كان من النادي الاهلي بقى من نادي الزمالك. يلا حسام 23 24 لسه في الملعب المباراة. استقبال من لعبة لأحمد يوسف رضا هيكل في حائط الصد وتاتش اوت وينهي اللقاء نادي الزمالك او ينهي الشوط لصالح نادي الزمالك 25 23. إذن شوطين لشوطين وهنحتكم للشوط الخامس والحاسم والفيصل بين الفريقين في بدايه سلسله البيست اوف 3 لكاس مصر 2022 2023. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا.
بداية الشوط الخامس مشاهدينا الكرام، نتمنى اللقاء ينتهي لصالح النادي الأهلي. لسه قدامنا مباراة غدا، ولكن عايزين نحسن من دلوقتي. إرسال مع نادي الزمالك. أحمد يوسف على الإرسال. أحمد يوسف، بداية الشوط الخامس والحاسم والفاصل اللي عدد نقاطه 15 نقطة وتغيير في النقطة 8 بدون توقف. حسام يوسف، محمد عبد المحسن، ياسين، لعبة قوية في إلحاق الصد يطلعها حسام يوسف، عبد المحسن لأحمد صلاح في إلحاق الصد، ياسين مرة ثانية، رضا هيكل، ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي النقطة الأولى. واحد لا شيء. محمد عبد المحسن، رضا استقبال، ياسين، لعبة قوية في إلحاق الصد وخارج الملعب. واحد واحد. رشاد شبل، حسام يوسف، عبد الرحمن سعودي في ايد محمد مجدي، تاتش اوت، ونقطة لصالح النادي الأهلي 2-1. أحمد صلاح، استقبال من لعبة، ياسين، رضا هيكل، تاتش اوت في ايد محمد عبد الرحمن سعودي وخارج الملعب. تيجي في ايد عبد الرحمن سعودي وخارج الملعب. 2-2. الشوط هيبقى صعب، هنمشي نقطة بنقطة شكلها كده، وشكلنا ممكن نطول بعد النقطة 15، ولكن نتمنى ان الاهلي يحسمها. رضا هيكل، سال قوي من رضا، استقبال من يوندر جارسيا، حسام، احمد صلاح في ايد محمد مجدي، وترجع تاني لجارسيا، ويا ولد يا ولد يا لويجي، لويجي يطلع يحط كورة من مركز 4 لمركز 5 ما يلحقهاش أحمد يوسف، و 3-2. لويجي راندازو، إرسال سبايك من لويجي، استقبال من أحمد يوسف لياسين، للعبة، ويطلع يا ولد لعبة للمرة الثانية، يلفها من جنب يلحق الصد وما يلحقهاش أحمد صلاح، و 3-3. دايما بيعمل اللعبة دي محمد مصطفى كامل، ويلف ريست إيده وياخد بيها النقطة. لعبة على الإرسال، استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، عصران، حائط صد من مجدي على عصران الأول، و 4-3، أول حائط صد على عصران اللي يعني ما شفناهوش الشوط اللي فات بعد المجهود الرائع اللي عمله في الشوط الثالث. لعبة، يوندر جارسيا، استقبال، حسام يوسف، عصران المرة دي قوية ولكن واقف صح محمد رضا،
يرفعها رضا هيكل لاحمد يوسف. رضا مره ثانيه ياسين ويحطها حلوه حلوه. رضا هيكل قويه من مركز اثنين من المنطقه الخلفيه من جنب يتحقق في الصد بيفرست ايده حلوه قوي يحط الكوره. ادي الكوره مره ثانيه تلمس ايد عبد الرحمن سعودي ويحاول عليه احمد صلاح ولكن ما تطلعش. 5-3. وقت مستقطع للكابتن ميدو. ارسال ما زال مع نادي الزمالك. لعبه استقبال من يوندر جارسيا. حسام يوسف احمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح. يحط كره قويه من مركز اثنين يحاول عليها رضا هيكل ولكن تخرج خارج الملعب. تاتش اوت و4 5 وعبد الرحمن سعودي على الارسال. استقبال من رضا لياسين. احمد يوسف يتحط الصد لكن لسه في الملعب. لويجي حسام يوسف عصران يا ولد يا عصران يا ولد. والتعادل 5-5. شوط قوي وصعب. تعليمات وتنبيهات وتوجيهات من الكابتن حامد الروسي. عبد الرحمن سعودي والتعادل 5-5. محمد رضا ياسين. رضا هيكل قوية في ايد عصران وخارج الملعب. وستة الزمالك 5 الأهلي. محمد مجدي على الإرسال. محمد مجدي استقبال من عصران. حسام يوسف أحمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح. من جنب إيد رشاد شبل داخل الملعب ياخد بيها نقطة التعادل. استقبال من لعبة لياسين. أحمد يوسف من بين إيد حائط الصد داخل الملعب. وسبعة ستة. ياسين على الإرسال. استقبال من عصران. حسام لأحمد صلاح ولكن تاتش أوت في إيد حائط الصد وخارج الملعب. والتعادل 7-7. محمد عصران على الإرسال. ارسال قوي. استقبال من رضا لياسين. يطلع احمد يوسف في شوطها قويه ترجع تاني رشاد شيب لياسين.
رضا هيكل تاتش اوت في حائط الصد محمد عبد المحسن و8 7 وتغيير ملعب بدون توقف. استقبال عصران مش مظبوط، هتعدي ما تعديش، واربع لعبات 9-7. احمد يوسف استقبال من عصران، حسام يوسف، صلاح ويشوطها في الشبكة من صلاح، و10 7. كابتن ميدو لازم يتصرف يشوف هيعمل ايه. احمد يوسف ما زال على الارسال، و10 7. لسه المباراة في الملعب يا رجالة، لسه بدري. يوندر جارسيا، عبد الله، حلوة قوية من محمد عبد المحسن لكن يطلع أحمد يوسف ولعبة، ويا ولد يا ولد يا محمد، محمد عبد المحسن حائط صد قوي على الشبكة على محمد مصطفى كامل، ياخد بيها النقطة والإرسال و8 10. لسه بقول المباراة في الملعب لسه. محمد عبد المحسن خارج الملعب يسيبها رضا، و11 8. يعود ارسال لنادي الزمالك، رشاد شيب، وقت مستقطع للكابتن ميدو. لسه كنت بقول كابتن ميدو لازم يتصرف. برضو لسه بقول المباراة في الملعب لسه بدري. كابتن محمد الدولة بيقول لكابتن ميدو خلاص الاثنين وقت مستقطع خلصوا. ارسال لنادي الزمالك، رشاد شيب، استقبال من عصران، عبد الله، صلاح، يا ولد يا ولد يا صلاح يا ولد يا صلاح، قويه تيجي في ياسين محمد وتخرج خارج الملعب، و9 11 وياخد صلاح النقطه والارسال. داس على الخط صلاح وبيلعب ارسال 12 9. رضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك، خارج الملعب، عوض لك الكره صلاح، 10 12. نزل عبد الرحمن الحسيني مكان لويتجي على الارسال، 10 12.
الشوط الأخير اللي عدد نقاطه 15 نقطة فقط. استقبال مش مظبوط من أحمد يوسف لرضا، لعبة قوية في إيد حاطط الصدي، طلعها تاني عبد الرحمن لحسام لعصران عفوا، يطلعها تاني أحمد يوسف، لعبة وخارج الملعب من لعبة، تلمس حائط الصد وتخرج خارج الملعب و13 10. لعبة خد النقطة والإرسال. القاوي خارج الملعب من لعبه 11 13. لسه برضو في الملعب الكوره، زي هقول لحضراتكم لسه المباراه في الملعب. عبد الرحمن سعودي. استقبال من احمد يوسف ويطلع مجدي، يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا عبد الله. خد نقطة يعني 12 13، قلت لحضراتكم لسه في الملعب، لسه يا جماعة والله. وقت مستقطع للكابتن أحمد عاشور. يعني بعد ما كان متقدم حس إن المباراة بتتسحب منه. هنشوف ونتابع مع حضراتكم إيه اللي هيحصل بالظبط. 13 12 نقطتين او نقطه فاصله، النقطه اللي جايه دي للنادي الاهلي. ارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي. رضا استقبال، ياسين اعداد لاحمد يوسف، يطلعها عبد الرحمن سعودي وخارج الملعب، خارج الملعب من عصران و14 12. ماتش بوينت لنادي الزمالك. تغيير، نازل كانسن اوجباي وخرج ياسين، عايز يعلي الشبكه في النقطه الاخيره كابتن احمد عاشور. ما لعبش بيه النهارده الكابتن احمد عاشور خالص. محمد مجدي، عبد الرحمن حسيني، احمد صلاح وخارج الملعب و13 14. ما زلنا ماتش بوينت لنادي الزمالك، نقطة فاصلة، نقطة فاصلة. خرج عبد الله ونزل حسام على الارسال. يلا حسام. استقبال من لعبه، ياسين، احمد يوسف، لسه الكره في الملعب، اسمه يوندر جارسيا، عصران، ويا ولد يا عصران، يا ولد يا عصران. نقطة التعادل 14 14، لسه المباراة ممتدة معانا، نقطتين لكلا الفريقين تفصلوا عن الفوز باللقاء. تغيير، أحمد قطب نازل مكان أحمد صلاح. وقت المستقطع الثاني والأخير لأحمد عاشور مدير الفني لنادي الزمالك. حسام يوسف ما زال على الإرسال.
نقطة صعبة. استقبال مش مظبوط من لعبة. رضا هيكل، أحمد يوسف بيتحط الصد، يلحقها عبد الرحمن سعودي لعصران، حسام يوسف يعديها سهلة، رشاد شب، ياسين، أحمد يوسف يحط كرة حلوة حلوة من جنب يتحط الصد، عبد الرحمن أو محمد عبد المحسن. 15-14. ياسين على الإرسال، ونقطة للزمالك وتفصل الزمالك عن اللقاء. يلا رجالة، كرة أولى، كرة أولى هناخد بيها النقطة. ياسين، استقبال من عصران لحسام يوسف لعصران. يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة من عصران لحسام يوسف لعصران مرة تانية، والتعادل 15-15. يلا عصران، سالب من عصران، استقبال من رضا لياسين، اعداد خلفي لاحمد يوسف قويه في ايد حسام يوسف وخارج الملعب، و16 15. احمد يوسف ياخد النقطه والارسال. أحمد يوسف، استقبال من عصران حسام يوسف، سريع علي محمد عبد المحسن، ياسين، لعبة وتاتش إن داخل الملعب، والتعادل 16-16. حلوة من عبد المحسن، ياخد النقطة والإرسال عبد المحسن. بقول لحضراتكم لسه مكملين. عصران، سلامات يا عصران، لسه ركبته برضه بتؤلمه. محمد عبد المحسن، رضا استقبال، ياسين، رضا هيكل خارج الملعب، ولا في يعني مراقب الخط بيقول ان الكره لمست حد، والحكم اصلا حسبها قبل ما مراقب الخط يقول ان الكره لمست احد اللاعبين. وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك 17-16. محتاجين نشوفها تاني. حمر عبد المحسن بيتكلم مع مراقب الخط، واحمد صلاح بيتكلم مع كابتن حامد. في الاخير نقطه. وادي كابتن ميدو يعني بيقول له في ايه بالظبط، بيقول له مش تاتش. طبعا الكابتن حامد يعني خلاص خد القرار. كابتن ميدو بيقول له في مين التاتش مش تاتش. كلموا كابتن محمد الدولة بيقول لهم انا يعني هو اللي شاف الكوره مش انا، والقرار في الاخير للحكم الاول
لكن الحقيقه احنا ما شفناش لمسه حد. 17-16 في انتظار القرار النهائي. بيستعد يا مراقب الخطوط كابتن حامد. اعتقد ان القرار ممكن يكون اعادة الكرة. فعلا فعلا اعادة الكرة، كرة معادة. طبعا الكلام هينتقل لنادي الزمالك واعتراض من نادي الزمالك. في الأخير 16-16 وما زلنا كما كنا. كرة معادة. في الأخير كرة معادة ونزل الكابتن أحمد عبد الدايم. مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك. وهنستكمل باقي الشوط 16-16 كرة معادة. برافو كابتن أحمد، يعني بيقول لهم ما تعترضوش كملوا المباراة. لسه في انتظار استئناف الشوط الأخير. محمد عبد المحسن على الإرسال. رضا استقبال، ياسين لعبة وقوية من لعبة وتلمس، تلمس عصران المرة دي احنا شايفينها مفيش مشكلة. 17-16 لكن الكرة اللي فاتت ما كانتش لمست حد. هارد لك يا عصران. يلا يا شباب لسه كرة في الملعب، يلا يا شباب. رشاد شيب. عصران. حسام، أحمد صلاح، خارج الملعب من صلاح،
واعتراض بن صلاح بيقول لها لمسة حد، ولكن في الأخير انتهى اللقاء لصالح نادي الزمالك 3-2. ويعني هارد لك النادي الأهلي، تعويض بكرة إن شاء الله. مبروك لنادي الزمالك، هارد لك النادي الأهلي 3-2 لنتيجة المباراة. شوط أول وثاني وأخير لصالح، أو شوط أول ورابع وخامس لصالح نادي الزمالك 25-22 25-23 18-16، وشوط ثالث وثاني وثالث لصالح نادي الأهلي 25-16 و25-23. يعني مش عايزين نشوف يعني اللي بيحصل ده في الملاعب كتير. مشاهدينا الكرام، في الأخير إن شاء الله بكرة النادي الأهلي يعوض ويلعب المباراة الفاصلة يوم الأحد. أعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، وكان معكم علقم الرياضي حمد السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون ينتقل للكابتن هيثم السعيد في الاستوديو وضيوفه الكرام.